مساء الخير، صباح الخير يا زلمه. مشاهدينا حسابك شنو فينا؟ ان شاء الله احنا معودين بنكره النهارده اخواتي ان شاء الله نروح مع بعض الميه. انا اسف طبعا على التاخير، انا بصراحه هذه الفتره ما نشرتش ماين كرافت بصراحه، السلسله بتاعت ماين كرافت. فطبعا اخواتي الناس عارفه ان السلسله دي احنا بالرواية بناخدوا كل احداث اللعبه. فبص يا سعيد، دي خريطه معبد الميه، بس قبل ما نروح معبد الميه فلازم نعمل اللي هو البوشن اخواتي اللي بخليني اتنفس تحت الميه، ان انا ما اقعد تحت الميه. هيبقى في دهب، هيبقى في جولد، هيبقى في حاجات اسطوريه ايرون، بس هي فلا نايس مان، يعني لازم كده يبقى معانا افكتيه ان انا اقدر اتنفس تحت الميه. فاول حاجه يا باشا نجيب السمكه دي، ان هي السمكه دي الاساس في البوشه بتاع النهارده. ونجيب مثلا عاوز نجيب كتير والله، نعملهم كلهم بصراحه. تمام، عندنا ميه معبايه خلاص. احط الجزيز الفاضي، يبقى بعدين نعبي الجزيز الفاضي. هات الجزيز الفاضي دي ولا ايوه، هات ده. تمام يا زعيم، وهات الريدستون عشان الريدستون بيطول المهله يا اخواتي. تمام يا زعيم، تمام كده. نروح للاله بتاعت البوشنات فين دي ولا رحت فين يا جدعان؟ ممكن كنت تحت بس متهيألي مش تحت يا جدعان، والله كنت فوق. استنى والله اخواتي لي فتره ما لعبتهاش في الدنيا وعي بايظه. هنا المكتب على ما اعتقد، كنت تحت انا جدعان. هنا بوابه الاند، لا لا ما فيش يا جدعان، فوق اكيد فوق، انا واثق ان هي فوق اصلا. اوف يا جدعان، مش للدرجه يا جدعان، ولا في حد لعب في السيلفر مش قاعد، مش معقول يعني. هاي شايفين هذا الحيوان؟ تعالي تعالى يا حيوان، تعالى يلا هنا يا ورق فين ده يا اخي. اخلص يا حبيبي، ايوه بس قعمزيني يا حبيبي، قعمزيني. ايوه خليك. فبص يا زعيم، اول حاجه حط له ثلاث جزاز ميه. تمام تمام يا زعيم، بعد كده نحط له دي اخواتي، تبدا الميه تاخد الافكت يعني بتاعها. يلا يا ابني، يلا يا حبيبي، اعمل اخواتي اهم حاجه البوشنات دي ان هي تنفعني هناك بدل ما نتجلد ونموت. يلا يا ابني يا ورع يا حبيبي، بس المشكله انك هيديني افكت تخليني بطيء ما اقدرش اكسر اي حاجه. ان شاء الله يبقى معانا اسطوره. فشيل دي. تمام يا زعيم، فنحط بعد كده الفش. بص يا اخواتي بدي دلوقتي تتظبط، بدي دلوقتي ان شاء الله يدينا الافكت. يلا يا ابني، يلا يا حبيبي، تخلص كده عوشه ونظبط امورنا. بس انا عاوز نعمل كذا واحده، ان انا هناك هنحتاج، انا عارف هنحتاج بطريقه غبيه. تمام، وبعد كده نحط الريد ستون مكان. شايفين الريد ستون يخلي يعني، بص دي اخوات دي 3 دقائق، الريد ستون هيخليها ضخمه، ممكن 8 دقائق توصل، هتشوف الوقت. فبصراحه انا كنت فاكر ان انا هحتاج كتير منها، بس الصراحه الطريقه دي مش هحتاج كتير يعني. 3 في 8 ب 21، هو 3 في 7 ب 21، وعندك 3 23 24 8 دقائق اسطوريه. فبصوا احنا نعمله برضه منيها شويه ثاني، يعني نعمله منيها 3 ثاني عشان ايه تبقى يبقى كده احنا في الامان يا مان. حط يا باشا الثلاثه، حط دي. لا لا صح يا عم، تعال لازم نحط دي الاول. يلا يا باشا تمام، وعاوزين بعد كده يا اخواتي نظبط الارض دي ونظبط الحاجات دي هنا ونحصد الارض ونأكل البقر، بس لما نرجع يا باشا. لما نرجع تمام فنروق الاداء كده. لا ايوه تمام، حط يا باشا الفش. انا قلت الاول ان انا محتاج، انا كنت فاكر ان انا هحتاج والله كميه كبيره، بس الصراحه طلعت اسطوريه، تبقى معانا كميه ضخمه وقت كويس. عاوزين برضه ناخد معانا النايت فيجن، عشان النايت فيجن هينور لي الدنيا تحت، فالدنيا هتبقى ضلمه ان شاء الله. نرجع عندنا جهز من النايت فيجن. يلا حط ريد ستون. خلاص تمام يا باشا، حط لنا ريد ستون. استنى كده هتشوف في عندنا نايت فيجن هنا في البوشنات اللي معانا. يلا معايا البوشنات، انا كنت مستكشف بيها اللي كنت متهيألي. لا قول لي مفيش، فيش والله، ازاي مفيش يا جدعان؟ والله كان معي، لا كان معي شيست كامل بوشنات اصلا. تقريبا هو دي ايش، خلاص نقطة هدول. ارفع دول هنا تمام، فانا عندي كده اسطورين تمام. فنعمل خلاص، لو كان كده نعمل نايت فيجن وخلاص، نعمل شويه نايت فيجن وخلاص. حط دول كده معاهم، هات بس الجزر، ان هو الجزر هو اساس النايت فيجن اصلا. ارفع السمك لفوق وحط يا باشا في الشيست الفاضي دي دول. تمام، حط يا باشا هنا اول حاجه هنحط دول 3 ميه، وحط يا باشا دي. بعد كده نبدا اخواتي نحط نعمل نايت فيجن. يا رب يكون نايت فيجن 8 دقائق، مش فاكر كم بصراحه، ان شاء الله يكون 8. تمام يلا يا باشا، خلص يا برعي، خلص خلص يلا. تمام، فاحنا نحط وقت الجزر. تمام يلا يلا، بس يلا يلا يا باشا انجزي انجزي، عاوزين نخلص، عاوزين نحط ريد ستون. يلا يلا يلا، استنى نشوفها بس كام الاول، كام هتبقى القدره بتاعتي بعد ما نحط ريد ستون؟ هتبقى كام يعني؟ 3 دقائق هتبقى 8 زي الثاني، فحلو يعني 8 ممكن ناخده زي الاولانيه بصراحه. نعمل بس 3 و3 6 6 ان شاء الله يكفي. المشكله مش هينفع نحط شمع تحت. يلا زعيم، يلا يا ورعي. تمام كده خلص يا باشا، اول 3 هنا. تمام، هات يا باشا ريد ستون، حط لي 3 ثاني ميه، حط يا باشا ظبط الاداء. يلا ظبط الاداء. اعلى حاجه بصراحه ما كانت البوشنات دي بصراحه، غنياني عن حوارات كتير، كللها بنجلد جلد والله، بتسهل علينا الامور. ما اسطرت الجزوم دلوقتي ضحك الدنيا. يلا خلص، ايوه خلاص خلص. حط الجزر، بعد كده نحط ريد ستون كده وخلاص كده، يبقى احنا 100 100 وجاهزين لاي مهمه. بعد كده نظبط الاداء. يلا يا ابني، يلا يا ورعي. تمام 64. تمام، حط ريد ستون بعد اذنك، سيبهم ونروح نظبط ادواتني. خلاص ارفع بقى ده، خلاص يعني ارفع الجزايز الميه. تمام يا زعيم تمام، خلصت لسه بتخلص باشا.
عايزين نظبط أجهزتنا برضه، نظبط أدواتنا كده، الباكاكس والحاجات بتاعتنا، وعلى أكل كتير بما في ميمي. ودي خريطة، دي مش فاهم. خريطة البيت بتاعنا، الأسطورة يا عم، دي لازم تكون معانا أصلا. شلتونا اللي عرفنا نرجع. تمام يا زعيم، تمام خلاص، رجعت هدول 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 تاني بس. تمام، ايه ده؟ ولا ايوه تمام، ضل نيت في جنفع. تمام، فحط ريجستر هناك زي ما كان مكاني، ونحط دول في البوشنات. يلا يا ورا. تمام تمام اتكلنا. تمام يا زعيم، تمام اتكلنا في دروعني عشان اتكل على الله. هات يا باشا الخوذي، درع، بنطلون، ودي يلا ورا. تمام، البس 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 ولا البس. فخامه، شايفين فخامه فخامه. روح نزل رايت. يلا باشا، عاوزين البكاكس بصراحه. اكسر اكسر، كنا عاوزين السيف والحاجه بتاعت مره طلعوها الدول بس. تمام، وقت عاوزين اكل، وقت القوه والنبل دي. ايه ولا فين الشاب بتاعنا؟ تمام تمام، بس بعد كده نكسر الباقيين دول. تمام يلا زي، عشان لو احتجنا ذهب ولا حاجه ناخده معانا. في واحد قذر فتح الباب. تمام زي، فنفتح هنا ونبدا نتكل على الله. بس اول حاجه بس انا عاوز ناخد كام بوشن كده نحطه في ايدي. تمام فاضي، لا ده في البوشنات اهو دي. لا برضه، امال فين البوشنات؟ لا ايوه، هات واحد واحد. تمام، دول خليهم اخواتي معايا، عشان يعني انا ابقى في الميه مش عارف احط فين الشيستات، تبقى حوارات كتير. تمام، ارفع بقى يا باشا الحاجات دي كلها فوق، خلي ايدنا فاضي. هات بس السيف معاني، او اقول لك يلا بلستيك بس ده بالخريطه. تمام يا زعيم، انا مش هاخد الفرس معانا بصراحه، عشان المشوار ده هيبقى في ميه، هيبقى في حوارات كتير. نتكل على الله، نجرب ونمشي شرقه في غربه، اي حوار مش عارف والله. الخريطه مش هتتحرك. الله يا حبيب، ممكن نمشي كده؟ المشكله الخريطه مش هتتحرك. نمشي للناحيه الثانيه، شوف احنا سياتنا هنا اخواتي، سياتنا. تمام تمام زعيم، خلاص احنا اخواتي خدنا كده الحسيت، عشان لو وضعني نعرف نرجع للبيت بصراحه، انها تبقى مسافات ضخمه. يلا يا حبيب يلا، المشكله مش هتتحرك. وبنمشي في الغابه في الغابه، مستحيل يكون في البحر الصغير ده، عاوز محيط يا ابني ضخم. اخيرا اخواتي، اخيرا كنت هموت، بس المشكله مش لاقي الحيوان القذر السيف بتاعي. انا عاوزين نقتل القذر الملك بتاعه، ايوه الملك الملعون، عشان نترقب له. انت بتخدت البشر يا اخواتي، بخلي قلوبك تتعالج بسرعه. لا 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 بلا 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 بلا، امشي يا اخي قدع فيه، ابلع. مش هتموت لي دي، تعال نروح نواجه الملك وخلاص، ولا الزعب بتاعه. اجري يا ابني، جي الاكل الاكل. تمام احطه هنا. تمام، المشكلة الوقت بتدور على الملك بتاعه. انا اخذت الكنز، انا قادر نهرب وخلاص كده، بس لا انا اخواتي يروحوا ناخذ السفنج ده بصراحة. السفنج ده اسطوري، ليه العذاب ده بس؟ مش راضي يتشل لي. نجرب طب سبايدي صلب تقريبا تكشيف البحر بيبقى بطيء. بعد تعال 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 نكسره. ايوه لا ده سريع، اكس سريع. ايوه اللي بعده، يلا حبيبي يلا. ايوه والله شو حلوين بصراحه، اسطوره يعني. يلا بش يا لا ده بقى بتاع نادي شيخ. هو اكسر راسك عندي بك اربعه، في واحده فوق خلاص يا جدع. انا عندهم قتلتين بالضبط، توقع عليه توقع عليه. يلا يلا بس يلا يا ورعي، فين راحت؟ والله ما اخذها، هناك سيجاره فيه. شوف بس الملك القذر ده فيها. ايوه القذر، اين تستخبي؟ مشكلة في بهايم كتير برا، انا مش عاوز نطلع من برا. سلام عليك. ولا 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 ده بيسلخوني، يلا بيسلخوني يا عبود. اجري اجري. طب ايه طيب يا جدعان؟ مستحيل يعني يكون هو مات، اكيد حي يعني. فينك يا مستري؟ تمام اخواتي، فبصراحة انا بصراحة ما لقيتش بصراحة الملك او القذر بتاعهم، بس انا وطالع لقيت سفينة اخواتي بصراحة. اقصر يا ربنا وعودنا بصراحة، العذاب اللي شفناه هناك شغلت الجلد، كنت هموت والله يا جدعان، ده عذاب. المشكلة كان فيها الفاظ خارجة، فانا مش عارف اقدر احط لكم في الفيديو. خلاص يا جدع بتدخلون في هنا، المفروض كنز، المفروض هنا كنزات كتير في صندوق هاوشيست. وريني هيك بطاطس حلوة، توكل ايش برضه الورق ده حلو بصراحة. تمام يعني فيش أي حاجة طيب كويسة، عذاب الله مش معقول ده بس يعني. أكيد في حاجات تانية، والله العظيم كنزكم ملوش علاقة، في بابكم والقذرة دي، سفرتكم والقذرة دي، بس يعني ملقيناش حاجة كويسة. نحاول نكسر كده، ممكن نلقوا حاجة. أوه ده سرية ولا حاجة، ده سرية. روح نروح روح روح، انا قرفت نفسي تعبت تصدقون. بالمعبد القذر دي اللي انا ما لقيتش فيه اصلا حد، شايفين خزاره بمعنى كلمه خزاره، لقيت شيء. تعال تعال ايوه صح.
استنى اوريك حاجه حلوه يا ابويا. واي استنى اوريك خلاص يا ورعي. بص 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 دي اشوفين. يلا المهم احنا نفترض نطلع من هذا المكان القذر. طبعا يا اخواتي واخيرا بعد عذاب معاناه طويله لقد رجعنا للبيت. طبعا احنا كويس احنا عاملين برضو لبيتنا خريطه. السلام عليكم. السلام عليكم. اسفينا صلاح اسفينا صلاح. ايه دي؟ ما تعرفنيش والله. يبقى انا اللي عاملي. الله نعم. انا اخواتي والله عاوز نص الارض ونظبط القذرين دول، بس بصراحه انا بقول لها ان الحلقه هتطول قوي قوي بصراحه وهتبقى بارده. كده يا اخواتي انا كنت عارف النهارده رايح اخد لعبكم اشترك في القناه وفعل زر الجرس وعمل لايك وفعل تشيل السبب في ضغطك تراكتر. اقعدوا بعافية اخواتي بس. سلام. الله راح زعلان. الجيش القذر عشان نخلص عليها. سلام اخواتي سلام.